السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من محافظة المنوفية، لايف جديد من محطة شبين الكوم وإفطار الصائمين المرين من قطار خط القاهرة طنطا. شباب رابطة شارع إسكاروس هنا بتفطر القطار، يمكن مر سريعا بعد الإفطار زي ما احنا شايفين كده، وجبات كل يوم بيجوا يقفوا ما شاء الله، توزيع مياه طبعا في كل مكان زي ما احنا شايفين. اسمك ايه يا حبيبي؟ طيب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بيوزعوا حتى هنا على كل الناس، حتى هنا في المحطة زي ما احنا شايفين كده. الوجبات عبارة طبعا عن الرز وشاورما ومكرونات، وبيوزعوا معاها قطع من الخيار والجزر. حقيقة حاجة محترمة جدا جدا بتحصل هنا في محطة شبين الكوم. يمكن للحظة طبعا القطر مر سريعا، وفي ناس كمان دخلت جوه القطر ما عرفتش تنزل بسبب ان هو القطر ما وقفش وقت طويل. احنا معاكم هنا لسه موجودين في مدينة شبين الكوم. بس فرحة الشباب الصغير دوت بجد، يعني عايزين ندي وجبات. طبعا دي حاجة كويسة، انت بتزرع جوه الطفل، بتزرع جوه الطفل ان هو يطلع بيحب الخير. المفروض يبقى في حاجه زي كده، يعني المفروض يبقى هو مقدر حاجه زي ديت، لان حاجه زي ديت بتضايق بصراحه وتزعل. بس اتكلمنا عن الحدث، انتوا دايما هنا بتفطروا الناس دايما من المحطه؟ دايما السنة. انا اول مره تحصل اللقطه ديت، احنا على طول سنويا بنعمل اللقطه دي، والسواق بيقف كل مره. المره دي ما وقفش حتى دقيقه، مش عارف ليه. انا لاحظت ان في واحد جوه القطر معاه شيء، اتنين من عندنا مشي والقطر خدهم ومشي، ما وقفش حتى نزلهم، حتى انزلوا في المحطه الجايه وهنبعت عربيه ان شاء الله تجيبهم دلوقتي. هو فرصه كمان يوزع الكراتين اللي معاه على الركاب، بس انتوا كان نفسكم اكيد لسه كله ياخد بصراحه. بقى معاكم ايه؟ ما توزعش معانا وجبات، ومعانا ميه، ومعانا تمر، ومعانا عصير، بنبيع حاجات كتير طبعا. شبابنا هننزل نوزع في المنطقه عندنا برضو لاهالينا في المنطقه برضو. الوجبات بقى عباره عن ايه وعدد؟ كان رز ريزو وعليه شاورما فراخ، وكانت مكرونه وعليها كبده، وحاجه كويسه والله، وميه اهوت وعصير زي ما انت شايف، وتمر، يعني خضار برضو، جزر وخيار على كل حاجه. النهارده سواق القطار اللي وقف في محطه شبين الكوم، محافظه المنوفيه، توجه له رساله في فطار رمضان عشان ما خلكش تاخد الثواب. الله يسامحه، زعلنا وكسر بخاطر كل اللي واقفين. انا شايفه الاطفال على وجوههم كسره نفس يعني رهيبه، يعني يعني الناس هنا كانت طبعا متفطر القطر، ولكن طبعا القطر ما وقفش زي ما احنا بنوضح لكم. ناس فطرت خدت، ولكن جزء كبير جدا جدا ما قدرش انه يوصل للوجبات. احنا شايفين كده في ناس راجعه بالوجبات ما لحقتش تكملها، هم هيفطروا في الشارع، الناس دي هتفطر في الشارع. لكن طبعا كان املهم كل الوجبات والتمر والحاجات الجميله اللي معاهم دي تتوزع. دي عصاير انت ما لحقتش توزعها؟ لا ما لحقناش، القطر طلع يجري مننا، ما لحقناش. ما لحقتوش؟ انت جايب بنتك الصغيره جايه توزع بيها؟ كله عشان يتعلم الخير، كله من صغره كده. ربنا يحفظك. دي عصاير ووجبات الحمد لله كله من فضل الله، يعني كلنا بنطلع يعني بعض الايام بنطلع على الطريق ونطلع هنا المحطة، نطلع ننزل نوزع في تحت كل حاجة. طب كويس ان انت القطر ما خدكش، في ناس رجلي خلي الناس لا يجري. احنا كل يوم جينا، انتوا موجودين هنا كل يوم بتفطروا الناس، فلوس من تحت بنوزع فول، وساعات بنطلع على الطريق بالوجبات والعصاير. انت جايب عصاير، غيرك جايب وجبات، انت جوزك العصير. لا ده جميل جدا. هو الفطار ايه؟ الفطار الناس بسرعه. الله يجازيك كل خير، ويجعل كده ان شاء الله عاده مستمره كل سنه. دي طبعا الناس زي ما احنا شايفين كده، يعني فطروا اللي يقدروا عليه هنا من محطه شبين الكوم. جزء كبير طبعا يعني وزعوا على قد ما يقدروا، دخلوا جوه القطر، بداوا يلفوا وسط القطر جوه. في لحظه كاش القطر اتحرك. الحقيقه ناس طبعا كانت موجوده جوه القطر، اضطروا ان هم يكملوا المحطه اللي بعدها، هينزلوا مدينه تانية ومكان تاني، وهيضطروا يرجعوا. طبعا هم هيفطروا في الطريق، يعني بيجوا بعربيه نقل قبل الفطار، يوزعوا فول للسحور ويوزعوا الوجبات بتاعتهم. دي العربيه يا جماعه اهي، ده الفول اللي وزعوه قبل الفطار سحور، والوجبات بيجيبوها بقى الرز والشاورما والكبده واللحوم اللي معاهم، وطبعا الخيار والجزر والميه والعصير، كل ده بيوزعوه كل يوم. ادي المحطه اهي، في ناس زعلانه هتروح وهي معاها الوجبه بتاعتها. اكيد طبعا في ناس بيوزعوا على الناس القريبه منهم،
احبائهم دول كده كده ليهم وجباتهم الخاصه اللي هم في المربع والحيز بتاعهم. وعابر السبيل ده كمان واحد من الناس اللي اختصهم الدين ان هم ليهم حق الافطار، فبيجوا هنا في محطه شبين الكوم كل سنه. دي السنه السادسه على التوالي بالنسبه لرابطه شباب سكاروس، لا مستمره في مدينه تلا ومستمره في مركز اشمون، كل سنه بيفطروا بقالهم يمكن اكتر من 10 سنين اللي احنا بدانا نرصده بدايه الفيسبوك حتى واحنا نلاحظ، لكن هم اقدم من كده. الناس متعوده تاخد الصواني وتاخد الاكل بتاعها وتبدا توزع على الركاب. بنشكركم على حسن المتابعة ودايما معاكم من موقع مصراوي، نتابع معاكم لايفات ولقطات جميلة من أهل الخير هنا في مدينة شبين الكوم وإفطار الصائمين للمرين بقطار القاهرة طنطا. شكرا لكم على حسن المتابعة.